اكثر شيء ركزنا عليه في المهرجان هو الجانب المهني، مش معناها ما فماش حفلات، فما مسابقة كبيرة اللي هي تجمع 13 فرقة، 9 منها من تونس و4 من فلسطين والكاميرون وبوركينا فاسو والمغرب، وبلوس يكون افتتاح باش يكون مع أمين بوحافة اللي هو موسيقي تونسي معروف برشا برا مش برشا في تونس. حبينا نسلطوا عليه الضوء أكثر، سي سي تحصل على أحسن جائزة أحسن موسيقى تصويرية في 2015، سيزار مي موزيك دو فيلم في فيلم تيمبوكتو بتاع عبد الرحمن سيسوكو، باش يكون مع الأوركستر سامفوني بقيادة محمد بسكانة، والاختتام مع محمد الأخوين الغربي محمد وبشير. كيلكو بروغراماسيون أوف، منها أمازيغ كاتب ليدر دو جروب ميتيك غناو ديفيزيون، فايز علي فايز اون دي بلو غراند فوا القوالي والكواليس الشونسون صوفي باكستانيز، وين تري غراند فوا دو فادو كي سابيل راكيل تافاريس من البرتغال. بلوس البروغراماسيون في شارع بيبل بيبل هي كارتويت مجانية اللي فيها عمار 908، سا كرون ميسيان دو ميوزيك الكترونيك في بروكسل، ويعمل خليط ما بين الكترونيك وميوزيك تاع الكيف والمغرب العربي بصفة عامة. ثم شاوية نضال الحياوي، وثم اركز هيب هوب سان كوليكتيف تاع دبو بدر الدين دريدي، تونسي عايش في ايطاليا وعنده جروب كان قبل سان روك وسان بروجي انتريسون. استثناء حاجة جديدة وباراليل افيك تو سا سي لي جي ام سي مالوف اللي هما justement باش يخلقوا التوازن ما بين الانفتاح على toutes ces expressions musicales et le retour aux sources واللي هي la protection du patrimoine musical من خلال المحافظة على التراث المالوف الموسيقي اللي فيه زاد الكومبيتيسيون. دونك ايام قرطاج موسيقيه السنه باش تكون من 11 الى 18 اكتوبر في مدينه الثقافه شارع الحبيب بورقيبه قصر النجم الزهرة الكاتدرال دو تونس. عمر باش نعمل كونسير في الكاتدرال دو تونس مع عبد الرؤوف الورتاني. سورتو اون دي رونكونتر بروفيسيونيل من 12 و 14 في النجم الزهرة من 10:30 ل 9:30، فيها برشا مهنيين وديريكتور دو فيستيفال، اي اون اوسي دي ماستر كلاس في معهد العالم للموسيقى مع زياد سويري ومع جاستن ادامز.